بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نبدأ في هذه السلسلة الخاصة بالفلسفة، يعني رأيت خاصة للشعب العلمية، يعني رأيت أني نساعدكم. وهذه المواضيع منقولة، ليست مواضيع بل هي منقولة، برك أنا نطورها في إطار يعني حتى تصلك المعلومة إن شاء الله. إذا الآن راح نبدأ بأول محور خاص بالفلسفة اللي هو نشأة الفلسفة. راح نعطي تقديم إشكالي لهذا المحور. كم نسمع الفلسفة أو فيلوزوفيا، يعني أين ظهرت هذه الفلسفة ومتى ظهرت؟ لماذا ظهرت في هذا البلد وليس في ذاك؟ لماذا في هذا الزمان دون غيره من الأزمنة؟ يعني هذه كامل أسئلة نطرحها، نتساءل فلسفة ما هي الشروط التي ساهمت في بروز هذا النمط من التفكير وفي انتشاره؟ كيف تم الانتقال من التفكير الأسطوري إلى التفكير الفلسفي؟ ما هو الجديد الذي حملته الفلسفة بصفة عامة معها بالقياس إلى أنواع التفكير التي كانت سائدة آنذاك؟ إذن بعد ما طرحنا كل هذه الأسئلة، نطرح أسئلة أخرى. كيف نفسر فعل نشأة الفلسفة وانتشارها؟ هل كان هذا بالحروب أم بالهجرات، أم بالثقافة السائدة آنذاك، أم بشكل النظام السياسي والاقتصادي، أم ببنية المدينة اليونانية وخصوصيات تركيباتها، أم ماذا؟ لنرى، نبحث. يتكون إطار نشأة الفلسفة من ثلاثة مجالات، يتكون من ماذا؟ من ثلاثة مجالات. هما ماذا؟ هما اللغة، قلنا اللغة، المجال الثاني المكان، أي يتكون إطار نشأة الفلسفة من ثلاثة مجالات: اللغة، المكان، والمجال الثالث الزمان. الزمان ترتبط هذه المجالات باليونان القديمة، هذه المجالات كاملة ترتبط باليونان القديمة. حيث في بلاد اليونان القديم، وفي بداية خاصة في بداية القرن السادس قبل الميلاد، وخاصة في المدينتين أثينا وملطية، كانوا زوج مدينات أثينا وملطية اليونانيتين هذو، ظهر بعض المفكرين الذين ظهروا بعض المفكرين كانوا لا يهتموا بالأحداث والمظاهر، ولكن كانوا يهتموا بالمبادئ الكامنة وراء مختلف الأشياء. كانوا يهتموا بماذا؟ بالمبادئ الكامنة وراء مختلف الأشياء، كان يطلق على هؤلاء أسماء اسم حكماء طبيعيين، كانوا يسموهم حكماء طبيعيين. حيث أن هؤلاء الحكماء الطبيعيون الذين اندهشوا من التغير الذي يطرأ على الأشياء، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن طبيعة تلك المبادئ بإرجاع المتعدد إلى الواحد والمتغير إلى الثابت. إلا أن صفة الحكمة هذه
لا تنحصر في الحضارات اليونانية يعني وحدها، بل سبقتها إلى ذلك حضارات وشعوب أخرى في الشرق القديم، في الصين، في الهند، غير أن تلك الحكمة عند هذه الحضارات الأخرى ارتبطت بالأساطير والمقدسات الدينية فقط، وليس بالطبيعة كما حصل عند حكماء اليونان الأوائل. كان أول هؤلاء شكون هو؟ كان طاليس الماطي، كان طالاس، هو طالاس أو طاليس المالطي، الذي أرجع أصل الأشياء كلها إلى عنصر واحد. هو ماذا؟ هو هذا طالس أرجع أصل الأشياء كلها إلى عنصر واحد، هو الماء. يعني قال لك أن أصل الأشياء كلها تأتي من الماء. أما لانكس ماندر، هذا لانكس ماندر، هذا واش كان يشوف؟ اعتبر لا نهائي. هذا واش دار؟ هذا اعتبر لا نهائي. هذا لانكس ماندر اعتبر لا نهائي هو العنصر الاول في الطبيعة. اما كان عالم واحد اخر انكس ماس، انكس ماس، هذا واش قال؟ هذا قال الهواء. الأول طالس قال الماء، لانكس ماندر قال لا نهائي، أنكس ماس قال الهواء. أما هيرقليطس وش اعتبر؟ هذا قال لك باللي النار. لاحظ، واحد طالس الماء، لانكس ماندر لا نهائي، أنكس ماس الهواء، هيرقليطس النار. يعني كل واحد اعتبر هذه كعناصر أولية. وهكذا فمنذ بداية ظهور يعني هذه الحكمة عند اليونانيين بينت أو استبين أنها جاءت هذه الحكمة معارضة للأساطير المفسرة لأصل العالم. يعني هذه عارضت كامل هذه الأساطير القديمة اللي كانت تفسر أصل العالم، منين جاي هذا العالم. لذا هذه المفاهيم قدمت نفسها على شكل علم ومعرفة حقيقية بالطبيعة. هذه المعرفة هي التي يعني هي التي سمحت للإنسان أن يحتل مكانه الحقيقي بين الآلهة والحيوانات في قلب العناصر الطبيعية، لأنهم كانوا يظنون أن هناك آلهة متعددة، ما كانوش يعرفوا لأن الله سبحانه عز وجل وحده لا شريك له، يظنوا أن هناك آلهة في ذاك الوقت، آلهة متعددة. وفي القرن الرابع قبل الميلاد تم الانتقال، وش صار هنا في القرن الرابع قبل الميلاد؟ تم الانتقال من الحكمة إلى الفلسفة. في قلنا في القرن الرابع، أي في القرن الرابع قبل ميلاد، قبل الميلاد، وش صار هنايا؟ تم الانتقال في هذا القرن بالضبط، تم الانتقال من ماذا؟ من الحكمة، من الحكمة إلى الفلسفة. حكمة مع من تم هذا الانتقال؟ مع من؟ مع سقراط. سقراط مع سقراط. هذا سقراط يرجع الفضل، يعني يرجع له الفضل في ماذا؟ في إرساء أسس التفكير الفلسفي، أسس التفكير الفلسفي القائم على الحوار التوليدي. هذا التفكير الفلسفي القائم على الحوار التوليدي. ورغم أن هذا سقراط ما خلاش أثر، لم يترك أثرا مكتوبا،
بعده جاء أفلاطون، وهذا أفلاطون أحد تلامذته. أفلاطون جاء بعد سقراط، وهذا تلميذ لسقراط. أفلاطون تلميذ لسقراط، هو الذي يعني خلده من خلال يعني خلد العالم سقراط من خلال محاورته الشهيرة. وهكذا جاءت الفلسفة في بدايتها الأولى في القرن السادس قبل الميلاد. يعني الفلسفة كانت البداية الأولى للفلسفة كانت في القرن السادس قبل الميلاد. هذه جاءت خاصة لمعارضة الأسطورة القديمة. أي بعد هذا جاءت كلمة اللوغوس، اللوغوس اللي تعني أي هكذا اللوغوس، وهو هذه كلمة يونانية. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني الخطاب، الخطاب، تعني كذلك المبدأ، تعني كذلك العقل، العقل، وتعني كذلك العلم، العلم. جاءت محل الميتوس، هذه الكلمة اللوغوس جاءت في بلاصة اللي كانت قبلها الميتوس، الميتوس اللي تكتب ميتوس، وهذه كانت تعني فيما سبق، هي كذلك كلمة يونانية كانت تعني الأسطورة، الأسطورة. يعني حل مكان الميتوس، حل مكانها اللوغوس. وهذا اللوغوس واش يستعمل؟ هذا اللوغوس يستعمل ماذا؟ يستعمل البرهان. هذا اللوغوس يستعمل البرهان، يستعمل البرهان من ماذا؟ من خلال توظيف الحجة محل الميتوس، محل يعني جاء محل الميتوس، هذا يستعمل البرهان. وهذا الميتوس واش كان يستعمل؟ كان يستعمل السرد الخيالي. يعني جاء اللوغوس محل الميتوس، اللوغوس يستعمل البرهان، والميتوس كان يستعمل السرد الخيالي. بعد ظهر هذا اللوغوس، ظهر بشكل بارز مع ظهور الخطاب المكتوب الذي كان هذا، يعني مع ظهور الخطاب كان المكتوب، كان ذاك الوقت بدأ الخطاب المكتوب، المكتوب يعني هذا ظهر مع ظهور الخطاب المكتوب. هذا الخطاب كان يعتمد على العقلانية، هذا الخطاب كان يعتمد على العقلانية، العقلانية والصرامة المنطقية، كالثاني يعتمد على الصرامة المنطقية. يعني الخطاب هذا، هذا الخطاب كان يعتمد على هذا أشياء، على العقلانية والصرامة المنطقية والحجة والبرهان، والحجة والبرهان كذلك، والبرهان بالإضافة إلى هذه العوامل التي ذكرناها. ظهر هناك يعني عامل آخر أساسي اللي خلى يظهر، اللي خلى ظهور أو النظام السياسي، ظهر عندنا عامل آخر أساسي اللي هو النظام السياسي، نظام سياسي. هذا النظام السياسي هو ماذا؟ هو نظام الدولة المدينة، لأن ظهرت المدينة، ده نظام سياسي اللي هو ظهور، هو نظام الدولة المدينة. هذا النظام السياسي في هذا الوقت كان هو أي نظام الدولة المدينة. في ذاك الوقت كان النظام السياسي هو خاص بالمدينة، هو نظام الدولة
المدينة، حيث كانت تعتبر الساحة العمومية هي القلب النابض لهذا المدينة، الساحة العمومية أو كانت بما تسمى آنذاك أغورا، حيث كان في هذا الساحة كان اللقاء يتم بين المواطنين لتبادل الرأي والمشورة ومناقشة كل قضاياهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، وكذا كانوا عندهم الاستمتاع بالمسرح والفنون عامة، مما أشاع الثقافة والمعرفة بين مواطني المدينة، يعني انتشرت بيناتهم بين المواطنين الثقافة والمعرفة، ومن ثم أصبحت السلطة والمعرفة شأنا عاما بعد أن كانت حكرا على عائلات وأسر معينة. يعني هنا بعد هذا ولات السلطة والمعرفة ولات تعم كامل للناس، لأنه فيما سبق كانت حكرا على عائلات وأسر معينة. وهكذا أظهرت الديمقراطية كنظام يحافظ على السير العام للمجتمع، يعني ظهرت في هكذا ظهرت الديمقراطية في ذلك الوقت. ظهرت كنظام، واش كان الدور تاعها؟ كانت هي نظام، واش كانوا يقصدوا بالديمقراطية في ذاك الوقت؟ نظام يحافظ على السير، يحافظ على السير العام للمجتمع. واش كانوا يقصدوا في الديمقراطية؟ كذلك ساهم إلى جانب المدينة ساهم الدولة، يعني المدينة ساهم إلى جانبها الدولة، حيث كان هناك انفتاح المدن اليونانية وخاصة منها أثينا، خاصة أثينا، أثينا هذه كان عندها انفتاح كبير، هذا نظرا لموقعها الجغرافي، يعني على الموقع الجغرافي تاعها على الدول المجاورة، يعني بفضل الميناء التجاري الذي كانت عنده مكانة استراتيجية. وكذلك بعد ما انتهت الحروب وثاني ساد السلم، بعد انتهاء الحرب يسود السلم، في يعني هذا ثاني ساهم في تطور وانتشار الفلسفة. بعد ذلك كان تضافر هذين الشرطين، حيث ساهم إلى جوانب أو إلى جانب عوامل أخرى في ماذا؟ في إرساء دعائم الفلسفة في بلاد اليونان، ثم انتقلت فيما بعد إلى مراكز أخرى. الآن ختاما، إذا حاولنا تحديد مثلا الإطار اللغوي لنشأة الفلسفة، يعني راح نحدو أي تحديد الإطار اللغوي لنشأة الفلسفة، تحديد قلنا هنا نحاول نحدد الإطار اللغوي لنشأة الفلسفة، فإننا سنجد أن الفلسفة، كلمة فلسفة أو أون فرونسي لا فيلوزوفي، فيلوزوفي لا فيلوزوفي، الفلسفة هي ماذا؟ هي لفظة يونانية مركبة من كلمتين، هما ماذا؟ هي فيليا، 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 جاية من كلمة محبة، محبة، وكذا وكلمة صوفيا، 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 وتعني هذه جاية من كلمة تعني الحكمة، هذه تعني حكمة. هذو زوج كي نقولوا فيلوسوفيا واش تعنوا بها؟ هي محبة الحكمة، محبة الحكمة، يعني باليونانية كانت فيلو، فيلوسوفيا، قصد بها كلمة أي محبة الحكمة.
وأول من أطلق عليها هذا الاسم هو العالم فيثاغورس. العالم فيثاغورس وهو نظن قريت عليه في السنوات الماضية في الرياضيات، أي هو عالم رياضيات، أي نظرية فيثاغورس، وعالم رياضيات وفيلسوف. في القديم كان الفيلسوف ما تصيبش كما درك مختص في الرياضيات والفلسفة وحده. بكري كان الفيلسوف هو عالم الرياضيات، هذا عالم يوناني، كان عالم يوناني، يعني هو أول من أطلق عليها هذا الاسم، وكان أول من أراد لنفسه أن يكون محبا للحكمة. نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في محور آخر للفلسفة. أرجو أن أتلقى ردودكم، يعني الكومنتير تاعكم في الصفحة على الفيسبوك، يعني باش نشوف أسكن نزيد نطوروا هذا يعني السلسلة في الفلسفة أو نتوقف عنها.